أهلا بحضراتكم من جديد وإلى ملفنا الثاني، حيث هناك حذر وقلق يسيطران على أسواق النفط العالمية عقب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والأمر الذي قد يؤثر على إمدادات الطاقة وعلى كبار منتجي النفط. هذا الموضوع نناقشه مع ضيفينا من لندن البروفيسور ممدوح سلامة خبير أسواق النفط، وأيضا مع ضيفنا من دبي الأستاذ مازن سلهب المحلل الاقتصادي. مرحبا بضيفي الكريمين. ربما الدكتور ممدوح، المنطقة اختبرت مواجهة ساخنة بين إيران وإسرائيل، لحسن الحظ أنها لم تستمر طويلا لكنها أثرت على أسعار النفط. لم تكن الزيادة كبيرة، نحو 2% تقريبا، لكنها كانت زيادة متوترة قابلة لأن تنفلت ربما. فكيف إذن يمكن أن يتعامل النفط مع احتمالية أن تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى أو أن يتسع نطاقها؟ بعد الرد الإيراني هدأت الأمور. اليوم في الواقع سعر خام برنت انخفض بحوالي نصف دولار، لأن هناك ضغوط على إسرائيل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة أن لا ترد على الهجوم الإيراني بالأمس. من هذه الزاوية هناك هدوء، أنا أسميه هدوء يسبق العاصفة، لأنني معتقد أن إسرائيل ستحاول، ربما ليس اليوم أو غدا بس في الأيام القادمة، إلى الرد على الهجوم الإيراني. طبعا هذا يعتمد على حجم الرد ورد إيران على ذلك، الردين المتبادلين. من هذه الزاوية إذا كان الرد قاسيا ورد إيران أقسى، عندها سنجد أن الأسعار سترتفع أكثر، لأن التوتر في منطقة الشرق الأوسط قد يتوسع بشكل أكبر، وهذا يهدد مصادر الطاقة وربما يغرق العالم في أزمة طاقة عالمية إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز. طيب أستاذ مازن، ربما أسعار النفط شهدت ارتفاعات متواصلة منذ بداية شهر أبريل الحالي، ربما بسبب الخوف من تعطل الإمدادات، ربما التخوف من قلة المعروض النفطي ومن زيادة الطلب العالمي على النفط، فبالتالي نحن أقرب إلى مستوى المئة دولار لبرميل النفط حسب التحليلات الفنية لمستويات الأسعار المستقبلية؟ أعتقد أننا ربما لن نصل إلى 100 دولار على الأقل في الوقت الحالي، ولكن لماذا ربما أسعار النفط لم ترتفع رغم التوترات الموجودة حاليا؟ أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل في الوقت الحالي هي ما يؤثر في أسواق النفط العالمية، في أسعار النفط عموما. العامل الأول أن الأحداث أو الضربات الإيرانية حدثت يوم السبت، وربما كانت الأسواق العالمية محظوظة بمعنى أنه لم يكن مساء الأحد، فربما كان هناك الوقت حتى تستوعب الأسواق مدى هذه الضربة. جاءت التصريحات الإيرانية بأن الضربة انتهت بشكل أو بآخر، إذن هناك نوع من تسعير هذه المخاطر بشكل أو بآخر، هذا أولا. ثانيا، الضربة بشكل أو بآخر لم تؤثر على إمدادات الطاقة ولم تؤثر على مراكز إنتاج النفط الرئيسية في العالم، أي أن مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر الأحمر لم تتأثر بإغلاقات معينة، وبالتالي لم تؤثر في ارتفاع أسعار النفط بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة ربما التي من المهم الإشارة لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة كانت متساهلة مع إيران في الأشهر الماضية، بمعنى اليوم إيران تنتج أكثر من 3 مليون برميل نفط، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، أي أن اليوم النفط ربما في موضوع المعروض بمعروض ممتاز. الآن القناعة بأنه أوبك بلس، أوبك وشركائها مستعد دائما للتدخل ولحماية هذه المستويات، لذلك قد تضطر أوبك في المرحلة القادمة ربما إلى إعادة رفع الانتاج بشكل أو بآخر فيما لو تطلب السوق. لذلك الوصول إلى 100 دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار عوامل العرض والطلب ربما لن نصل إلى 100 دولار، أخذنا بعين الاعتبار أن الأسواق عادت لتقرأ أن الاقتصاد العالمي ربما قد لا يكون جيدا بالنسبة بشكل أو بآخر، أو أن الطلب قد لا يكون كما هو متوقع في النصف الثاني من 2024، ولكن بالمضاربات نعم قد نصل إلى 100 دولار. أنا لا أرجح الوصول إلى 100 دولار على الأقل حاليا،
هذا مرهون بمدى التصعيد. يعني اليوم التصعيد مدى عمق هذا التصعيد في المرحلة القادمة، أستبعد أن يكون هناك تصعيد عميق في المرحلة القادمة. لكن ليس هناك مستوى كثير من التصعيد. لكن دكتور ممدوح، يعني الولايات المتحدة ربما هددت بشكل أو بآخر أنها ستزيد من وتيرة العقوبات على إيران، وإيران لوحدها تنتج 14% من الإنتاج العالمي من النفط. إن حدث ذلك ومس بشكل أكبر قطاع النفط الإيراني أو قطاع الغاز الإيراني، كيف سيكون الوضع؟ الأمريكية على إيران أنا أعتقد أنها فشلت فشلا ذريعا، باعتبار أن إيران تمكنت من تفادي هذه العقوبات كليا بطرق مختلفة، حتى أن وزير خارجية إيران السابق محمد جواد قال في مؤتمر في قطر أن إيران تمكنت وأتقنت فن تفادي العقوبات، وأنها على استعداد لبيع هذه الطريقة إلى دول أخرى، وبالطبع استفادت فنزويلا من هذا الموضوع. من هذه الزاوية العقوبات الأمريكية لن توقف صادرات النفط الإيراني، التي في اعتقادي وتقديراتي أنها وصلت إلى 1.5 مليون برميل في اليوم، أي 71% مما كانت إيران تصدره قبل العقوبات. وإيران حتى لو أضافت الولايات المتحدة عقوبات جديدة لن تستطيع أن توقف صادرات إيران، لأن إيران لديها طرق كبيرة في تفادي هذه الإمدادات لا يسمح الوقت أن نذكرها بشكل مفصل. من هذه الزاوية هذه العقوبات لن تؤثر من قريب أو بعيد على صادرات إيران الحالية. طيب أستاذ مازن، أعود مرة أخرى إلى فكرة الأسعار. ربما كل العوامل الموجودة الآن تؤدي إلى احتمالية رفع الأسعار بشكل أو بآخر، هذا الاستهداف الأوكراني لمصافي النفط الروسية، هذا التوتر الموجود وما زال في البحر الأحمر والذي يعرقل ذهاب السفن الحاملة للنفط والغاز، ربما سخونة الأوضاع المستمرة في الشرق الأوسط وهو المنطقة التي تنتج أكثر من 75% من حجم الإنتاج العالمي من النفط. فإذا نحن عوامل الارتفاع أكثر كثيرا من عوامل الانخفاض أو الاستقرار. صحيح، هذا كلام صحيح. ولا ننسى ان اسعار النفط اصلا هي يعني كما قلنا هي الان دبليو تي اي خام غرب تكساس هو عند $85، خام برنت هو قريب من $90، اي ان الاسعار مرتفعه قياسا بما كانت عليه مثلا في بدايه العام على سبيل المثال. نعم الاسعار مرتفعه بمعايير المخاطر الموجوده. تسعير المخاطر الجيوسياسيه انا اعتقد انها تم تسعيرها في الاسعار الحاليه بشكل او باخر، لأنه اليوم في مشكلة حقيقية. الآن الأسواق تدرك تماما أن اليوم الوصول إلى $100 هو سلاح ذو حدين، هو جيد للمنتجين ولا شك، ولكن السؤال هل يحتاج الاقتصاد العالمي إلى أن يكون النفط عند $100 أو حتى فوق $100؟ لا أعتقد أن المنتجين يرغبون في أسعار نفط مبالغة بها، بل يريدون الاستقرار بشكل أو بآخر. وأعتقد أن الكثير من المسؤولين في منظمة أوبك ربما أشاروا إلى ذلك بشكل أو بآخر، أنهم لا يريدون أن تتجاوز الأسعار في المرحلة القادمة ربما $100 أو حتى $99 بقدر ما يرغبون في نوع من الاستقرار. العوامل الحالية ارتفاع النفط بشكل قوي فوق $100 سوف يكون مرهون بمدى القدرة عندها أطراف جميعا وبما فيها الولايات المتحدة على ضبط إيقاع هذه الحرب الموجودة حاليا. طبعا لا ننسى أن الحرب مستمرة على سبيل المثال في قطاع غزة، وبالتالي ربما تم تسعيرها أصلا. الآن الحرب بين إيران وبين إسرائيل، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها مصلحة بدخول هذه الحرب وبتشوفها تعمل على التهدئة. ولا ننسى نقطة مهمة جدا، ملف النفط هو ملف سياسي بامتياز، وهذا ما يركز عليه بايدن. لا يريد بايدن في المرحلة القادمة أن يقول عنه الجمهور الأمريكي أنه هو من أوصل أسعار النفط إلى مستويات قياسية. هذا بالمناسبة أحد النقاشات العميقة التي يرغب ترامب بأن أن يبيعها للجمهور الأمريكي بشكل أو بآخر، أنه قادر ربما على الضغط أو على أن يخفض أسعار النفط. لذلك أعتقد أن الأسعار ربما قد لا تصل إلى $100 بشكل أو بآخر في الأسابيع القادمة، ولكنها لن تتراجع عن المستويات الحالية. طيب دكتور ممدوح، يعني صندوق النقد والبنك الدوليين الآن في اجتماعات الربيع في واشنطن، وهناك
كلام كثير عن نسب النمو المنخفضة عالميا وعن أفكار لرفع هذه النسب، وهذه النسب لن ترتفع إلا بطاقة رخيصة أو طاقة في أسعار متوسطة. فهل يمكن أن تمارس بعض الدول العالمية كما قال أستاذ مازن ضغطا على أوبيك أو أوبيك بلس كي تزيد إنتاجها، كي تتخلى عن فكرة الخفض الطوعي للإنتاج؟ لا يستطيع أحد أن يفرض ضغطا على أوبيك بلس. السؤال نقطة مهمة أريد أن أوضحها، ارتفاع الأسعار ليس مردها للتوتر السياسي الآن. ارتفاع الأسعار منذ مطلع هذا العام ترتفع لسبب قوة الطلب العالمي على النفط وقوة أساسيات سوق النفط العالمي، إضافة إلى الانحسار الحاصل في سوق النفط. هناك ضيق آخذ في الإزياد في سوق النفط العالمي، إضافة إلى مشتريات أو واردات الصين من النفط التي تواصل كسر الأرقام السياسية، الأرقام القياسية. لكن دكتور ممدوح اسمح لي، يعني هناك زيادة في الطلب على النفط وفي المقابل هناك خفض طوعي للإنتاج، وهذان العاملان يرفعان الأسعار بشكل تلقائي. يا سيدي، الخفض الطوعي موجود، ولكن مع ذلك الأسعار أقوى بكثير من هذا الخفض الطوعي، والدليل على ذلك أن استيراد الصين من النفط في الربع الأول من هذا العام كان أعلى ب9% من الربع الأول من عام 2023. هذا يعني أن الصين كسرت الأرقام القياسية في عام 2023 أقل تعديل في الربع الأول من هذا العام، وهذا الأمر مستمر. الآن إذا ازداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بمعنى أن قامت إسرائيل بالرد على إيران وإيران ردت على إسرائيل من جديد ودخلنا في معمعة توسيع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قد نضيف 10 دولارات على سعر النفط. بدون هذا التوتر السياسي أنا في رأيي وأتوقع أن سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 دولار إلى 100 دولار. وردا على ما قاله ضيفك الكريم، مع احترامي لرأيه، لكن سعر 100 دولار هو سعر مقبول، من 90 إلى 100 دولار سعر مقبول لدول الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلس، لأنه يمكنها من سد العجز في ميزانياتها. حتى لو ارتفع السعر إلى 110 دولار، أبحاثي تشير إلى أن اقتصاد العالم قادر على استيعاب سعر ما بين 100 إلى 110 دولار لخام برنت. السبب أن سعرا من هذا القبيل هو سعر عادل، لأنه ينشط الاقتصاد العالمي ويجذب الاستثمارات الضخمة إلى النفط والغاز ويخلق فرص تشغيل العمالة في العالم. طيب، هذا السؤال إذن لأستاذ مازن سلهب. الآن هناك توتر صار إلى حد ما نسبيا منخفض في منطقة الشرق الأوسط بعد ضربة إيرانية ضد إسرائيل لم تستغرق إلا ساعات. بالتالي هل تعتقد أن هذا التوتر المنخفض أو المستوى المنخفض من التوتر سيقلل أسعار النفط تحت مستوى 90 دولار، أم أن المستوى الذي وصلته الآن فوق مستوى 90 دولار صار جاذبا للمنتجين ولن يتخلوا عنه إلا بالوصول إلى مستويات أعلى؟ هناك نقطتين أساسيتين حسب اعتقادي. أولا، أن بقاء الأسعار فوق 90 أو 90 عند 900 دولار سوف تدفع إلى المزيد من الاستثمارات في أسواق النفط العالمية وخاصة من قبل الأمن الجديد. هذا عامل إيجابي بالمناسبة، وهذا ربما كان محور النقاشات التي يعني بين وزراء الطاقة في العامين الأخير. هذا أولا. ثانيا، اليوم أعتقد بأنه التراجع في أسعار النفط لا أعتقد أنه سوف يكون مردود بسبب التوترات غالبا. المعيار الحقيقي في الأشهر القادمة سوف يكون مدى قدرة الصين على تحقيق التعافي في 2024 في الربع الأول والربع الثاني.
بكرة يوم الثلاثاء سوف تصدر أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للصيف الربع الأول، واليوم الحكومة الصينية تستهدف نموا يفوق 5%. اليوم إذا الصين استطاعت أن تحقق هذا النمو، نعم سوف تبقى الأسعار مدعومة. الصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ولكنها أكبر مستورد للنفط في العالم على الإطلاق. والصين تشتري من كل مكان، تشتري من الخليج وتشتري من إيران، تشتري من روسيا، تشتري من كل مكان. وبالتالي نعم المعيار الحقيقي سوف يكون مدى القدرة على تحقيق النمو في هذا في هذا في هذا العام، أكثر من كل الاعتماد على التوترات. التوترات نعم ترفع الأسعار، ولكنها توترات مؤقتة، وهي عامل مؤقتة متعلقة بعوامل تتعلق بالتداول والمضاربة وأسواق الطلب والعرض والتداول الإلكتروني أكثر من كنا تتعرق بالفندمنتال الأساسية. فذلك المعيار الحقيقي سوف يكون مدى القدرة على تحقيق النمو، لأن بقاء النمو جيدا فوق 5% في الصين مع هذا الزخم في الاقتصاد الأمريكي، نعم سيبقى الأسعار عند المستويات الحالية دون تراجعات خاصة. طيب بروفيسور ممدوح، وكالة الطاقة الدولية تقول إن الأسواق تشهد حالة من شح المعروض من النفط، هكذا استخدمت المصطلح، وقالت إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بالتأكيد سيزيد من أسعار النفط في المستقبل. فكرة شح المعروض كما قالت وكالة الطاقة وحذرت منه الآن، يعني عكس أفكار متبادلة لمصلحة متبادلة بين المنتج والمستهلك. المنتج لا ينتج بكثير الآن، والمستهلك ربما يبحث عن بترول شحيح في السوق ومرتفع الأسعار إلى حد ما، يعني أي مستهلك يريد سعر بترول عند حدود 80 و90 دولار ليس فوق ذلك. يا سيدي، وكالة الطاقة الدولية فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة، لأنها تسعى دائما إلى إعطاء أو فبركت نوع من الأرقام بالنسبة للطلب العالمي على النفط للتأثير على الأسعار لمصلحة الدول الغربية بشكل كبير، وهذا مما فرض على منظمة أوبك بلس قبل 4 سنوات عن التوقف كلية على استخدام الأرقام والمعلومات التي تضعها وتنشرها وكالة الطاقة الدولية. وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع في هذا العام ب1.2 مليون برميل، ولكن منظمة أوبك التي هي الأكثر مصداقية والأعرف بسوق النفط العالمي من أي مؤسسات أخرى تقول أن الطلب العالمي سيرتفع بنسبة 2.2 مليون برميل. هي صدقت في توقعاتها في العام الماضي عندما ارتفع الطلب إلى 2.3 مليون برميل في اليوم، وسبقت في توقعاتها السابقة. فأنا أميل والعالم يميل إلى تصديق منظمة أوبك وتفضيلها على الأرقام التي تنتجها وكالة الطاقة الدولية. نقطة أخرى مما يدعم الطلب العالمي أن الصين مقدر لها أن تنمو هذا العام بنسبة 5%، وهي أعلى من نسبة نمو بين الدول الرئيسية في العالم باستثناء الهند. هذا يعني أن الطلب العالمي من الطلب من قبل الصين سيكسر أرقاما قياسية جديدة هذا العام. أشكرك جزيل الشكر. ضيفنا من لندن سعادة البروفيسور ممدوح سلامة خبير أسواق النفط. أيضا أشكر ضيفنا من دبي الأستاذ مازن سلهب المحلل الاقتصادي. شكرا جزيلا لوجودكما معنا.